السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم إن شاء الله غادي نديروا مع بعض السيجار ديال الروز واللوز. هادو السيجار كيداروا من زمان وكيجيو زوينين وراقيين في نفس الوقت. غادي نحتاجوا في المقادير الروز، عندي تقريبا 150 غرام، سلقته غير الروز العادي داك المهرس، سلقته في الماء مع مليحه حتى طاب ودرته يتقطر بلا ما نغسله. غادي نحتاجو اللوز كذلك، تقريبا 100 غرام ديال اللوز محمر، يعني بعد ما قشرناه محمر مهرمش ومطحون هكا هرمشته في الاندو تخوا مع شويه السنيده. غادي نحتاجو معلقه كبيره بومبي ديال السكر ثقيل وشويه ديال المسكحه حره مدقوقه مع مليحه، واحد معلقه تقريبا ديال الماء الزهر باش نفزقوا هاد المواد بجوج نجمعوها ما يكونوش لازقين. بعد ثم غتشوفوا معايا. ونحتاجو بطبيعه الحال الورقه. الروز ها هو عندي، دابا غادي نزيد عليه اللوز. ندير السكر وندير المسكة، غادي نخلطهم مع بعض ونشوف شحال باش نعرف شحال الكمية ديال الماء الزهر اللي غادي نزيد. خصني هكا من ندير كلشي شوية كيتجمع. صافي، نقسم الورقه، غادي نقسم الورقه على 4، كنحط في الطرف هذا، كندير هكا هكا وكنجي في الطرف الاخراني تندير له شويه ديال الطحين هكا. جوج زوين واحد كنحطو هكا الحشوه، كنطوي عليها الورقه وانا كنطوي وكندفع الحشوه للقنيتات باش يجيو عامرين. تنجي حتى للطرف الاخير وكندير له عاود الطحين والماء. صافي، دابا تنقليو في السيجار بلون يطيب ونقدمو ليكم سكر صغير. ها هو السيجار، انا درت لي زوقته بسكر صغير. نتمنى ينال اعجابكم وبالصحة والراحة. الملاوي هو فيه خميرة، يعني كيجي ملاوي مخمر. غادي نحتاجو لهاد الملاوي المخمر 400 غرام ديال الدقيق الابيض، كاس ديال الفينو، كاس علبة، يعني الدقيق المسمد الرقيق، معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز، ملح على حسب الذوق، معلقة صغيرة أنا كندير. الحليب باش غنعجنو حليب دافي، وغندير معاه معلقة صغيرة ديال سنيدة. غادي ندير هنايا في الخلاط ديال العجنة الكهربائية، ندير الخميرة، وغادي ندير الملحة، وغنضيف الحليب وندير كل شيء يتعجن حتى نحصلو على عجين ملس ورطب. دابا بالنسبة للملاوي اللي خامر، كنسرح الورقة بحال هكا بحال الطريقة ديال الملاوي اللي وريتكم، كنرشها بزبيدة وكنبرم هكذا. كنعاود ندير زبيدة ونبرم عليها وعليها هادي، كنقرصها شويه، ندير عاود الزبيده وكنبرم. صافي، كنخليها حتى ترتاح ونجمعها.
هو الملاوي بعد ما لويته غادي نخليه دابا يخمر شويات ويرد ترخى وعاد نطيبو. دابا كنقرصوهم ما نبسطوهمش بزاف وما نخليهمش غلاط. صافي ملي يتحمروا ان شاء الله نقدمهم لكم. ها هو دابا الملاوي المخامر بعد ما طيبناه كيجي زوين وخفيف ورطب، لان ما كيكون كتكون فيه خميره كتخليه يكون رطب. هادي راه بغاتها بنتي دابا تاكلها بعسيله ولا نتا بزويته. نتمنى يعجبكم بالصحه والراحه.